بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. سمعت متحدثا يشرح إحدى القضايا الدينية، فخيل إلي أن صوتا من الماضي يعظ أهل الماضي، وأن الناس المعاصرين لا يتصلون به ولا يتصل بهم. أحسدت شيئا غير قليل من الضيق، فإن العلم المعزول عن الواقع لا سبيل له في قلبي ولا في لبي، وليس هذا منهج القرآن في البلاغ. والقرآن كتاب لا يستطاع عزله عن الحياة أبدا، وهل نزل إلا ليخطئ أو يصوب من أفكارها، وإلا ليمحو أو يثبت من أحوالها؟ إنه كتاب الحياة المفعمة بالحركة المتجددة على الدهر، ولكنها الحياة القائمة على الحق الدارجة على الصراط المستقيم. ربما حلى لبعض الفلاسفة والمفكرين أن يغلقوا على أنفسهم الأبواب، ثم يرسلوا من نوافذهم نظرات شاردة أو صائبة إلى الأفق البعيد، لكننا نحن العلماء المسلمين ما نستطيع إيصاد الأبواب بين كتابنا الأعظم وبين معالم الحياة المائجة بالخير والشر. كيف؟ ووظيفة كتابنا أن يتوسط الميدان ليقيم العدالة، ويأذن بمرور مواكبها، وليقمع الجهالة، ويحبس زبانيتها في نطاق يرد كيدهم. ومن هنا تكاتف ساسة الاستعمار وتجار على محاربة القرآن بالحيلة والقوة معا. ألست ترى اللصوص إذا أرادوا سرقة بيت اجتهدوا في تحطيم مصابيحه أو قطع تيار النور عنه، حتى إذا عم الظلام وسرت الفوضى اشتغلوا بالسلب والنهب وهم آمنون؟ إن ذلك ما فعله الاستعمار، وهو يمد يده الآثمة لسرقة العالم الإسلامي. لقد ركز هجومه على القرآن نفسه ليأتي على الجزء الباقي من استضاءة المسلمين به، حتى إذا أقام حجابا كثيفا بين الأمة المصابة وبين قرآنها خلى له الجو ففعل ما يشاء. وإنك لتسمع الرئيس الإنجليزي جلادستون يصرح بهذا القصد في علانية لا تنقصها القحة. في أواخر القرن الماضي وقف الرجل في مجلس العموم يصيح في أعضائه إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام شيئان لا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر. أولهما هذا الكتاب، يعني القرآن الكريم. وسكت قليلا ثم اتجه نحو الشرق مشيرا بيده اليسرى قائلا: وهذه الكعبة. والواقع أن ما ذكره هذا الرجل في جلاء وغضب كان دعامة الاستعمار الغربي نحو القرآن الكريم. ولنعترف بأن الغارة التي شنها علينا الجنس الأبيض الهابط من الشمال قد حققت بعض أهدافها، وأنها أفلحت في خلق طوائف غريبة على القرآن وثقافته، كما أفلحت في توهين الحفظة وتحقير شأنهم وإذلال جانبهم في دنيا الناس. بيد أن الجهاد كر وفر، وما تنسحب عنه من أماكن قد تسترجعه بطول السير ومواصلة العمل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأعتقد أننا بدأنا نهضة نرجو أن تعوض ما فاتنا، وأن نستعيد بها من خسائرنا الأولى. غير أن سياسة تحفيظ القرآن بحاجة ماسة إلى مراجعة كيما تحقق الغاية النبيلة منها. فنحن نريد بقاء التواتر الذي وصل به هذا القرآن إلينا، حتى يصل كذلك إلى الأجيال التي تخلفنا. ولكننا نريد ألا تلتف حول القرآن هذه الجماهير المتأكلة به، النازلة عن خلقه، المنحرفة عن طريقه، التي تستوعب أحرفه تجويدا وترتيلا، ولا تعي من وصاياه شيئا يرفع رأسها أو يزكي نفسها. إننا نريد إشاعة الثقافة الإسلامية المنبعثة من هذا الكتاب العزيز، وتفقيه العامة والخاصة في روحه وشرائعه ومقاصده وآدابه،
ونريد أن تعرف الأمة المنزلة السامية للوحي الإلهي الذي اختصت به والواجب الكبير الذي يفرضه عليها. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.